جاوب تربح برعاية آكل. آكل الموعد عند كل غسيل. خير عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في حصتكم جاوب تربح. مرحبا بكم معنا، رانا هنايا في المحلة التجارية طيبة الموجودة متواجدة ولا الموجودة في باش جراح. جينا اليوم تاني باش نطرحوا عليكم الأسئلة ونربحوكم ونفرحوكم ونفرحوا معكم. تبعوني باش شوفوا شنو هما الأسئلة وشوفوا شكون اللي راه رايح يربح معنا اليوم. مساء الخير. مساء النور. راكي لاباس؟ الحمد لله. راكي معنا في حصة جاوب تربح؟ نعم. عارفيها؟ نعم، ما تنشوفها في لاتيلي. شغل عقله مانيش كامل نسمع فيها. المهم سؤالنا يقول، ما هي اللغة الأكثر حروف في العالم؟ ما أكثر حروف في العالم؟ عربية. جدي واحدة عربية هي صعيبة، صح؟ صعيبة بزاف. مش أكثر حروف. لاتينية. لا لا أعطيك صحة. هاي سلمك صحة. مساء الخير. مساء النور. يا هلا، كيفك؟ والله الحمد لله. كيفكم انتم؟ الحمد لله. انا كثير بحب برنامجكم وبحب شعب الجزائر كثير كثير كثير. الله يسلمك. وبشكركم كثير يعني لانكم شعب طيب ورحبتوا فينا كثير. الله يسلمك. يعني حسينا حالنا ببلدنا. الحمد لله. ان شاء الله بترجعوا لبلدكم. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. انت من وين؟ من سوريا؟ من مدينه حمص. من حمص. انا جوزي من سوريا. ليش عم تبكي؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله ترتاح الاوضاع في سوريا وترجعوا وتكونوا احسن من ان شاء الله. يعني وينكم؟ وين فلسطينيين؟ ان شاء الله عن قريب ان شاء الله ترجعوا. طبعا، بس يعني الواحد صعب يترك كل شيء ويطلع بلحظه هيك، يعني ما يعرف شيء عن بلده. هي ما وهم بلدنا الثاني يعني الحمد لله. يعني الجزائر بلد مليون ونصف شهيد، ما فينا نقول غير اكثر من هيك يعني. الله يسلمك. ناس طيبين ولا اروع من هيك. الله يطول بعمرك. الله يخليك يا رب، يعطيك الصحه يا رب ويخليك ويخلي كل انسان طيب باذن الله تعالى. ان شاء الله يا رب. ويخلي هالبلد امن باذن الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله وان شاء الله الامن لكل البلدان العربيه. امين يا رب. الله يسمع منك. هذا ما نتمنى يعني، احنا دول عربيه ومسلمين يعني، والله بيختار لنا الخير ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شو اسم البنوته الحلوه؟ اسمها رزان. من الرزين. من الرزين. هلا الرزين عندكم شو هو؟ الرزين الهادي. ايوه. ونحن هيك يعني لغة عربية. ايه لغة عربية وحدة. بس هون شوي بالجزائر يعني اللغة شوي شلون بدي اقول لك متخلطة، يعني شوي فرنسي شوي لغة القبائلية شوي يعني مشكلين. معلش بس يعني مهضومة. عم تفهمي علينا. ايه مهضومة، اللغة ظريفة مهضومة والله. هلا المهم انت تفرجتي على برنامجنا. ايه اكيد. كثير حلو كثير رائع يعني، فوق الرائع. فوق. الله يسلمك. الله يخليك يا رب. عندنا سؤال، سؤالنا يقول اللغة التي اللي فيها التي تحمل أنا ما شوية العربية تبعي، اللغة اللي فيها أكثر حروف في العالم. أيوة ممكن تكون اللغة العربية زيادة حرف الطاء. لا لا لا، في العالم. العالم كله؟ إيه. مو الصينية. الكمبودية. كمبودية. الكمبودية. صح. والله. مبروك. صعب. الله يبارك فيك يا رب. شكرا كثير. الله يسلمك. معناتها بنيجي هلا، بنيجي بناكل. روحوا ناكلوا اكل سوري عندها، راجلها شيف. بتحبوا الكبي، بتحبوا التبولي، بتحبوا البرك، اي اكل بتحبوها. اي اكل. احنا الكبه هي اصعب شيء، انا ما بعرف اسويها. تكرم عينكم. الله يكرمك. اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير لك. الله يبارك فيك. عزبتكم معي. شكرا كثير لك. لا والله حبيبي. شكرا كثير والله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ترجعوا سلمين. ان شاء الله ترجعوا بتزورونا ونحطكم بعيوننا باذن الله. ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. الله يسمعك يا حبيبي. شكرا كثير.
انا كثير بحبكي. الله يخليكي. شكرا لكم. هلا بنروح لهنيك مشان تاخذي القسيم الشراء تبعك. شكرا كثير لكم. تفضلي. الله يسلمك. هاي شركة منظفات هون ما شاء الله عنا. أنا بشتري منها المنظفات القوية اللي بتنظف الفرن والبراد الفريديجار بتقولوا هدول فريديجار فريديجار أنا البراد 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 ثلاجة ثلاجة باللغة العربية. المهم ربحتي 5000 دينار جزائري. يسلموا ايدين يسلموا ايدين. فيك تشتري فيهم اي شيء بدك اياه هون بالمحل التجاريه. طيبه شكرا كثير. او فيهم سوبرات صغيره كمان تشتري منها شيء اللي بدك اياه. الله يجزيكم الخير يا رب. شكرا كثير. عوض عليكم. الله الله يخليك يا رب. الله يهنيك يا رب ويخليكي دائما مبسوطه ان شاء الله. كل شيء الله كاتبه بيصير. يعني قعدتنا هون كثير مبسوطين حرام يعني. بس تعرفي الواحد صعب يقدر يكون صح يعني. معلش معلش ونحن اهلك ان شاء الله. والله اعز والله. مبروك يعطيك الصحه اخويا يعيش. خويا هذيك خويا تلفت لي مشاهدينا. هذه كانت اول فائزه في حصه اليوم. استنوني باش نشوفوا سؤال ثاني والفائز الثاني. باي باي. شو الخير؟ مساء النور. صافا وشفتوا روحكم ريفيزيتو؟ اه نورمال. بس احنا نحفظوا مليح. باك بلون هذا؟ اه نورمال. دوز نتيجة جبتوه؟ اه بيان سور. شكون ديرو دوكا؟ سيونس بو. سيونس بو 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 انا بريجي بو دغوز. سيونس بو دغوز بو دو مونت بو بوغي. عجزت نكملها. لا 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 كيما بينك واش خلنا اختار بينك بابيز عمران. لا لا خلنا نبيرمو بيرمو بيرمو عايز بينك بيرمو صحتش كلش انا بريجي. وي سؤالنا يقول انت ثاني سوس بو. وي بصحتكم. اسلمك يعيش. سؤالنا يقول كاين دولة وحيدة في افريقيا ما جاش عليها الاستعمار ما استعمرها حتى واحد. دولة افريقيا فوقا ما نفعكمش. يما كنت وليدك في النقايه فيك فوق. اه لازم تكوني تعرفي دوك سيدي دي طاي هادو ولا افريقيا ما عنديش عليها. دي طاي واعر هذا واعر 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 صعيب. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. صافا الحمد لله. وانتم صافا؟ بينا بنتك تشابه. الله يبارك. الله يسلمك يعيشك. ربي يعيشها. الله يسلمك يعيشك. راكم معنا في حصة جواب تربح. وفين شفنا؟ سؤالنا يقول كاين بلاد وحده في القاره الافريقيه ما جاش عليها الاستعمار شكون هي؟ قلت لهم اللي قبلكم بون كاين اللي قال لك السودان السوداني. لا لا ماشي الجزائر سيغ باسكو حنا تبهمنا من الاستعمار. صح علينا منه. الوغ هذه البلاد تبدا بحرف اللام والمعنى تاعها قريب المعنى الحريه زعما كي تسمعها هكا تشبه شويه اللام. ليبيريا. ليبيريا. مبروك عليك. صراحه نسمع صح. هو مبروك عليك. الله يسلمك. ربحتوا معنا 500000. يعطيك الصحه. قالوا ليبيريا ايه ما تخافش. اه يقولوا حاجه اخرى. حول فيق. نروحوا للستون تاع اكل باش نديروا لكم بوند عشان تفضلوا يعيش. الو غير ربحتوا معنا 500000 تقدروا تشربوا بهم كامل واش تحبوا هنا في المحلة التجاريه طيبه. ولا كاين شي بيغات فتحت جديده هنا كانت ثاني في طيبه. شربوا بها كامل واش حبيتوا وان شاء الله تصرفوهم بصحه والهنا ان شاء الله. الله يسلمك. ربي يعيشك. ميرسي بوكو. شكرا. معرفة خير ان شاء الله. ميرسي بوكو. يعيشك. صحه باي باي. سلامه. مشاهدينا هذه كانت ثاني فائزه في حصه اليوم. استنوني في الاعداد الجاي باش تكونوا انتم بالك رابحين معايا. اون اتوندون تقدروا تعاودوا تشوفوا هذه الحصه في صفحتنا تاع الفيسبوك ولا اليوتيوب جاوب تربح. عن قريب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راحين تقدروا تجاوبوا معنا وانتم قاعدين في داركم تبعتوا غير اس ام اس وتربحوا معنا ثاني هدايا قيمه مع الممولين تاعنا. نقول لكم قبل ما تخلص الحصه هذيك سوريا اللي ربحت معنا السوريين كامل راهم في بلدهم الثاني. حنايا
كي صحوا لنا يجوزوا معنا واش حنا اللي نقدروا نعاونوا به من كيفاش يقولوا بالسيف علينا بلا مزيتنا ما عرفتش شنو نقول انا نروح لي لهدا باي باي. جاوب تربح برعاية آجل. آجل الموعد عند كل غسيل. آجل الموعد عند كل غسيل.